نانسي انت ليش تبكي؟ صاير شيء؟ نانسي هلي مو قلت لك قصدي خير عليك؟ سبع الحق لي سبع. الو نانسي انت وين وصلتي؟ اقول شنو الحق لي؟ انت شبيك تركضين؟ انت شبيك شنو الحق لي؟ احد يركض وراك ليش تبكين؟ قولي لي سبع انا راح اروح من ايدك لو تلحق علي لو ما تلحق. لا بقي لي شويه اقصد لا لا نانسي لا تحكي ليش حكي ارجوك سيري قويه انت اقوى من المرض ترى اذا متي انا ما اموت وراك. بسم الله الرحمن الرحيم موت شنو سبع؟ اقول لك ابن خالي يريدني واني ابد ما اريده. شوفي نانسي اهم شيء صله القرابه وما دام هذا ابن خالك رايد يجي على مود يعتذر فلازم ما تردي. سبع تعرف شغله اصلا انا اعتذر لان هجيت وياك. نا شو هسدته بوجهي؟ شنو ما فهمت بالعده شنو اللي حق لي ابن خاله رايدني؟ اوه اول يمكن انا لصتها هسه لازم نوب دفتر ما عندي شلون لا شلون لازم اسجلها راح اسجلها بصمه اي طبعا هاي لحظات حلوه مذكرات زاحف محاوله 120 الف خاء. شوف الحلقة الكاملة حصرياً على موقعنا www.utviraq.net